بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذاك الموتور اللي وريته لكم احنا وهو يعني في الرافعة يمشي به هيكل ومش يركبه في مكانه، انا ركبناه الحمد لله ويعني وشوف فيه ما شاء الله، توا باش نخدموه ونشوفوه ونستنوه حتى تخدم المروحة ونثبتوا فيه اذا كان في شي اشياء لازم نعملوا عليها كنترول، نعملوا عليها يعني فحص ونثبتوا في كل شيء. ان شاء الله تنفعكم حاجة كما هيك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.